معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري وزميل العلاج الطبيعي بالأسرة العلمية جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي للفقرات العنقية. المريض اللي معانا ده عنده انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية. طبعا الانزلاق الغضروفي للفقرات العنقية ده ممكن يبقى معاه جذور ضغط على الجذور العصبية، ممكن يعمل صداع، ممكن يعمل دوخة، ممكن يعمل التهاب أو وجع وتنميل في الإيدين الناحيتين. طبعا مش من السهل ان احنا نستسهل الجراحه، ممكن لا قدر الله يحصل شلل رباعي او يحصل لنا مشاكل كتير بسبب الجراحات، الا لو في سبب يخلينا ندخل بدا فعلا يحصل ضعف، بدا عدم ان احنا نعمل عمليه ده يدخلنا فعلا في شلل رباعي. غير كده بنحاول نعالج العيان ده بمنتهى البساطه جدا، بيدخل تحت جلسات اسمها شد الفقرات بالكمبيوتر، بنعملها هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. طبعا احنا هنختار الماكسيما ليفل في فقرات الرقبه، بنشد بنسبه من 6 لـ 8% من وزن الجسم، فاحنا هناخد هنا 6 كيلو وهنا لا هنا ده 6 وهنا ده 3 تمام. بنبدأ ندي للجهاز اوردر ان هو يشتغل. طبعا هو في الفقرات القطنية بيشد على طول، بيبدأ شد على طول. في فقرات الرقبة بيدينا هولد حوالي 60 ثانية، يعني دقيقة، بيعد 60 ثانية علشان نطمن ان العيان سيف، انه مش مخنوق، انه الجهاز متركب صح، لانه طبعا الاجهزه الحديثه بيبقوا عاملين فيها سيفتي بروسيجر جامده جدا. فبيدينا هولد، هو كل ده لسه ما شدش، عمال يعد، بيطمن ان العيان مش مخنوق، ان العيان بياخد نفسه صح، ان العيان واخد وضع صح، عشان الرقبه تعتبر من الاماكن الكريتيكال. غير الفقرات القطنيه هنلاحظ ان الجهاز شد، بدا شد على طول، فالجهاز سيف جدا زي ما انتم شايفين، وهو معمول وهو نفسه سيفتي بروسيجرز، يعني معموله امان ان هو يبقى العيان ان شاء الله في امان. وبعد ما بنخلص الجلسات بيبدا بنعمله، ممكن نعيد كمان الرنين المغناطيسي تاني، بنلاقي ان العيان ده اتحسن جدا والديسك رجع مكانه. هو الجهاز دلوقتي بدا يشد زي ما احنا شايفين، بدا ب 1 كيلو بعد ما ادى فتره الامان، بدا ب 1 كيلو وهيبدا يشد، بيبعد الفقرات عن بعضها، الجهاز بدا يشد، ونكرر الجلسات دي، وفي الاخر بنعمل MRI بعد شهر او بعد 2 على حسب الحاله. ما بنقدرش نحدد الوقت غير ما بنشوف الديسك ده كان خارج قد ايه، والضغط اللي على الجذور العصبيه ده قد ايه. بنبدا ب 12 جلسه ونشوف العيان هيحتاج ايه بعد كده.